أسعد الله أوقاتكم، حلقة جديدة من حلقاتنا تحمل الكثير من الجرح ومن المآسي، وهي من اقتراح الصديقة والمعلقة تريا الطيب، والتي أتوجه إليها بالشكر الجزيل باقتراح شخصية الملازم محمد الغالو أو المسمى أيوب تزمان مات. من يكون هذا الملازم؟ ومن قذف به إلى جحيم سجن تزمان مات؟ ومتى؟ وما حكايته في قلب سنوات الرصاص؟ وما السياق التاريخي لهذه الأحداث؟ ابقوا معنا. محمد الغالو من مواليد 1949 بإحدى القرى التابعة لمنطقة ورزازات. قبل الالتحاق بالخدمة العسكرية اشتغل كطفل يافع في مجموعة من الأفلام الأجنبية ككومبارس، ومثل مثل أقرانه في فيلم سلامبو مع فتيان القرية. بعد ذلك وسنوات مرت التحق بمدرسة هيرمانمو سنة 1969، شاب يافع في مقتبل العمر يجد نفسه في دوامة انقلاب 1970 مع رفاقه في المدرسة، وهم يقتحمون بشكل دموي قصر الصخيرات بتدبير من محمد عبابو والجنرال المذبوح. تمت محاكمتهم في المحكمة العسكرية بالقنيطرة، وفجأة تم اختطافهم ليجدوا أنفسهم في مكان غريب وموحش من أخطر السجون في العالم، غرابة اسمه تزمان مارت بقلعة مجونة، ورفقة أو صحبة 58 معتقلا برتب عسكرية مختلفة. من هنا تبتدئ رحلة المعاناة للملازم محمد الغالو، كما كتبها رفيقه في محاولة استذكار أحمد المرزوقي في رواية الزنزانة 10 بشكل يدمي القلوب كثيرا. قضى محمد الغالو أزيد من 15 سنة من محنة فظيعة بتزمان مارت، ما يزيد عن 11 سنة منها مشلولا ضاق خلالها ألوانا وتباريح من العذابات، ما لا يصور ولا يرسم ولا يوصف. ابتداء من 1970 إلى 1989 رمي بمحمد الغالو في زنزانة رقم 2، ومن أخطائه القاتلة أنه أدخل معه لأول مرة جهاز ترانزستور، وخوفا من العقاب كسره إلى قطع صغيرة ودسها عميقا في قناة الصرف الصحي، وهنا ارتكب خطأه القاتل أو غلطته القاتلة. كيف ذلك؟ سعى بكل قوته وبكلتا يديه محاولا أن يسترجع تلك القطع، وانقلبت محاولاته الفاشلة إلى عمل يومي دؤوب، لأن قناة الصرف الصحي قناة ضيقة وتفوح منها روائح كثيرة. ومع مرور الأيام أصابه البرد تدريجيا بسبب كثرة الروائح الكريهة وبتشنج في ركبتيه وحوضه الفقري، واستحال عليه المشي وكما استحالت عليه الحركة. ومن شيمه يذكر أحمد المرزوقي أنه لا يشكو ويصدح بصوت حزين في ساعات الانسحاق عند طغيان الحنين واشتداد الألم. تلقى الملازم محمد الغالو مجموعة من الصدمات، أولها فسخ خطيبته للخطوبة بعد دخوله السجن، كما شرعت عضلاته لا تطاوعه منذرة بشلل مؤكد.
استحال على المعتقل الذهاب إلى المرحاض، وبدأ للأسف الشديد يقضي حاجته في فراشه وملابسه. انتقل لمساعدته برهة أحمد المرزوقي، ويصفه في هذه الحالة المرتية أنه لم يعد سوى هيكلا عظميا متكائلا، لا يستطيع أو لا تستطيع أن تميزه عن الجثة القديمة سوى بشعر طويل. مع تزايد التدهور حالته الصحية، ساعده مجموعة من المعتقلين على قدر المستطاع: عبد الرحمن صدقي، محمد العقباوي، التيجاني بن رضوان، أحمد بوحيدة، عبد الكريم الساعدي، ورفيقه بن عيسى الراشدي الذي قضى معه أكثر من سنتين أو ثلاثة في رعايته. ولأن الأحزان والمصائب لا تأتي فرادى وواحدة كما يقال، جاء تفتيش 23 مارس 1983. ومن مصائب هذا التفتيش وفاة بن عيسى الراشدي بعد 4 أشهر من عملية التفتيش، وهي الصدمة الكبرى الثانية التي تلقاها الملازم بصبر وبأس شديدين. كما مات بعده التيجاني بن رضوان سنة 1982، ثم مات حمو بيطي شهر مارس 1984. أصبح الملازم الغالو مشلولا بالكامل إلا من ذراعه الأيمن، وظل يقاوم بصبر وأنات. بقي الغالو المعجزة، كل شيء مات فيه إلا صوته وروحه التي تسعى للحرية، وتلك مشيئة الرجال الأبطال. كما قام بمساعدته مجموعة من المعتقلين، من بينهم أيضا كذلك القبطان محمد غلول وعبد الكريم الشاوي. وفي نهاية 1984 تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفيرها بالرباط من أجل تحسين وضعية المعتقلين، وبدأ التعريف بسجن تزمن مارت على المستوى العالمي وعلى المستوى المدني في العديد من الدول الغربية. أصبح محمد الغالو كجثة طفل متآكلة في 9 من العمر. سقط لأول مرة من دكة الزنزانة، واعتقد المعتقلون أنها نهايته، ولكنه تعافى قليلا بعد ذلك. وفي 3 يناير 1989 مات محمد الغالو في صمت الرجال الكبار من شدة البرد والصقيع. مات في صمت بطولي دون شكوى أو توجع أو أنين، كعصفور صغير أخرسه البرد فانطفأ دون أن يلتفت إلى جثته أحد. مات الملازم محمد الغالو وخلف خلفه حزمة من الأسئلة الحارقة والمعلقة: ماذا ربح الجلادون بصيغة الجمع من كل هذا العذاب المجاني؟ أما كان الرصاص أولى وأهون وأرحم ما دام تصميمهم على القتل أمرا لا مرد له. والسؤال الكبير: كيف يسوغ للمغرب أن يطرح بأبنائه مجانا في هذا الجرف الهاري من الجحيم؟ نأتي على نهاية حلقتنا. كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى لقاءات
متجددة بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.